قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل الجرس واضغط إعجاب للفيديو لتتوصل أنت بآخر الفيديوهات ولكي تدعمني وأستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. فرجة ممتعة. البنزرتي يستفسر عن وضعية كومارا. اضطر التونسي فوز البنزرتي مدرب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم إلى استفسار طبيب فريق الوداد الرياضي عن إمكانية الاعتماد على إبراهيم كومارا لاعب فريق الوداد الرياضي في المباراتين المقبلتين من البطولة الاحترافية. وكشف مصدر مسؤول أن البنزرتي استفسر عن وضعية كومارا لرغبته في الاعتماد عليه في المباراتين المقبلتين لتعويض أشرف داري الذي تم طرده من المباراة ضد أولمبيك أسفي، وهو ما سيفرض عليه الغياب لمباراتين مقبلتين. وأصيب إبراهيم كومارا في المباراة ضد الأهلي المصري برسم نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل أن يعود لاستئناف تدريبه، غير أن طبيب الفريق الأحمر نصح بعدم الاعتماد عليه لعدم جاهزيته بدنيا. نهاية الفيديو. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.